بيكم في حلقه جديده معايا في طعم ولون. النهارده عايزه اعمل لكم نوع فراخ برضو من انواع الفراخ القديمه جدا اللي بعملها، وبرضو يعني اتعلمتها من خالتي، ويا رب تعجبكم. الفراخ دي اسمها 40 جارليك تشيكن، بالعربي 40 راس، 40 توم، 40 توم مع فراخ، مع الفراخ. هي الطبق ده فرنساوي معروف جدا، قديم جدا، من اقدم الاطباق الفرنسيه. عباره عن ان انا بستعمل 40 تومه براسها او بقشرها زي ما هي. ليه بستعملها بقشرها زي ما هي؟ عشان التوم بتاعي يبقى روستد ومن جوه يستوي، يبقى مط يعني مطهو كويس من جوه، ومن بره ما يبقاش محروق، او القشره بتحافظ على ان التومه تفضل محافظه على قوامها. وفي نفس الوقت الصوص ده في الاخر لما بتقلبي بقى التوم ده مع الفراخ مع البصل الاخضر مع الحاجات اللي احنا هنحطها دلوقتي يبقى طعمه حلو قوي. تعالوا نشوف هنبتدي نعملها ازاي. اول حاجه هعملها ان انا هسخن زيت زيتون في طاسه. عايزه الاول احمر الفراخ بتاعتي على الوشين قبل ما ادخلها الفرن، قبل ما احطها في البايركس بتاعتي. تعالوا الاول اول حاجه نحمر الفراخ. دايما لما تيجوا تحمروا اي حاجه ما تحطوش كميات كبيره مع بعض، يعني ما تحطيش كل الفراخ، كل كميه الفراخ مع بعض. لازم تحطي مثلا، لو انا دلوقتي مثلا بعمل فرختين، هحط ماكسيمم 3 حتت على حسب طبعا الطاسه بتاعتي، بس مثلا لو دي طاسه كبيره بالكتير قوي 3 حتت. ليه بعمل كده؟ علشان لما بتحطي حتت كتير في الطاسه ما الفراخ او اللحمه او وات ايفر اللي انت حطاها على النار ما بيتحمرش، بيتسلق، ما بيعملش. لازم درجه الحراره، يعني لازم الجلد ينزل على درجه حراره عاليه جدا فيخلي الكراست دي تحصل وتحمي الفراخ من جوه من انها تفقد الصوص بتاعها، تبقى طريه من جوه ومن بره مقرمشه. انا هحمرها على الوشين، هحط لها برده شويه ملح وفلفل صغيرين كده. الفراخ دي يا جماعه من احلى الفراخ اللي ممكن تعملوها، من اسهل الفراخ اللي ممكن تعملوها، تاخد 10 دقايق كلها على بعض. هنحط الزعتر والبصل الاخضر والشوربه وادخلها الفرن وخلصت. وبرده الاولاد بيحبوها جدا. ممكن دلوقتي ابتدي ازود شويه في الفراخ اللي عندي على النار عشان دي اوريدي ابتدت تلون. انا عايزه اوريكم بس وش منهم اول ما يخلص يتحمر عشان تشوفوا درجه اللون تقريبا اللي ممكن نوصل لها. اوكي دلوقتي الفراخ ابتدت اهي تلون شويه، عايزه اوريكم لونها. طبعا انا هعمل نفس الموضوع على الوشين، يعني هلونها على الوشين نفس الموضوع. زي ما انتم شايفين الطبقه الخارجيه بقت فيها كراست كده. هعمل نفس القصه على الوش التاني، وبعدين هبتدي بقى احطها انقلها على الفايركس مع كل التوابل والبهارات بتاعتي والخضار. تعالوا نشوف هنحط ايه على ما الوش التاني يتحمر. انا عندي البصل الاخضر، هحط بصل اخضر. هحط زي ما قلت لكم، يعني انتوا تقريبا لو عايزين 40 توميه يعني تقريبا راسين توم، من راسين لثلاث روس توم. زي ما انتوا شايفين انا حطاها بقشرها، شلت بس القشر الزياده، يعني شيلي بس القشر الزياده وبعدين حطي كل الثوم بقشره زي ما هو. طبعا في وصفات بتبقى محتاجه زعتر ناشف، بس انا بتكلم في الوصفات اللي فيها زعتر طازه خليكي في الزعتر الاخضر خالص. بعد ما احط الزعتر هبتدي احط الفراخ بتاعتي فوقيهم، وبعدين هحط فوقيها الشوربه. انا اوريدي كنت محضره شوربه فراخ، ودي هتخش الفرن لمده ساعه ونص. انا اوريدي كنت عامله واحده، تعالوا اوريها لكم. هنحط عليها شويه زعتر اخضر تاني فريش، وبعدين دلوقتي بالشوكه هبتدي اهرس الثوم وادخله في الصوص بتاع الفراخ. هبتدي اهرس زي ما انتم شايفين الثوم كله من جوه استوى. ده لما بيتقلب بعد كده على الفراخ طعمه بيبقى ما حصلش. تبتدي تهرسي كل التوم بتاعك كده وتحطي منه فوق الفراخ بالصوص. ok
كده الفراخ تكون خلصت. يا رب تعجبكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني وخلصنا مع بعض الفراخ اللي بالأربعين توب. وهنعمل دلوقتي البطاطا. عايز اعمل لكم بطاطا جديده شويه يا رب تعجبكم. البطاطا دي بزبده الاعشاب. يعني ايه زبده الاعشاب؟ زبده الاعشاب دي برضو بتتعمل في حاجات كتير قوي. ممكن تعملوها وتحطوها عندكم في الفريزر، تستعملوها مع الستيك لو عامله ستيك مشوي تحطيها جنبها، تطبخي بيها، تعملي بيها صوص مشروم، تعملي بيها شوربه. هنستخدمها كتير. بتعملي بيها الرب بتاع التركي. خلينا نتعلمها مع بعض، هي سهله جدا. هنشوف مقاديرها ايه. بعد ما بتخلص بعد ما بخلص اعمل سوري زبده الاعشاب دي بدخلها الفريزر عشان تمسك نفسها، وبعدين ابتدي بقى استخدمها في اي حاجه هستخدمها فيها. بس الاول لازم اخلصها الزبده في درجه حراره الغرفه او الاوضه، وبعد كده بدخلها الفريزر. ايه المقادير بتاعتنا النهارده؟ عندنا طبعا بطاطا، عندنا زبده، عندنا روزماري، زعتر اخضر فريش، بشر ليمون، بقدونس مفروم، وملح وفلفل. خلينا نشوف هنعملها زي مع بعض. اول حاجه طبعا عندي الزبده، و هحط اول حاجه الزبده، وبعد كده هحط الروزماري. ده روزماري فريش مقطعه صغير قوي 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 قوي، فرماه تقريبا. نفس القصه في الزعتر برده فريش وفرماه. وبعدين بحط بشر ليمون، شويه بشر ليمون. في ناس برده بتحب تحط بشر برتقال، لو هتعمليها مع تركي بشر برتقال يبقى حلو قوي. وبعدين بقدونس مفروم، وبعدين ملح. طبعا لو الزبده بتاعتك مملحه ما تحطيش ملح، وفلفل. وهبتدي اهرس كل ده مع بعضه. طبعا هي سهله قوي في الهرس دلوقتي عشان زي ما قلت لكم الزبده مش من التلاجة على طول. برضو عايزه اوريكم، انا كنت مجهزه واحده اوريدي في الفريزر، خليني اوريها لكم. دي زبده الاعشاب بتاعتي بعد ما طلعت من الفريزر. هستخدمها ازاي بقى دلوقتي مع البطاطا بتاعتي؟ البطاطا عادي جدا، انا البطاطا هدخلها الفرن. فاللي هعمله ان انا هجيب سكينه صغيره وهبتدي اقطع بالطول في البطاطا او بالعرض، عكس البطاطا. والفتحات دي هي بقى الزبده لما تسيح هتخش فيها وتستوي مع البطاطا. هدخلها الفرن وانا عامله واحده. ودي البطاطا بعد ما خلصت، خلينا نقدمها. هنحط البطاطا بتاعتنا. طبعا البطاطا دي عايزه اقول لكم بالصوص الثوم بتاع الفراخ طعمها بيبقى تحفه. واوريدي هي طبعا فيها طعم الثوم، طعم سوري البهارات والاعشاب والزبده، فبتبقى طبق حلو قوي مع الفراخ دي. كده انا حطيت البطاطا بتاعتي كلها، هحط على وشها شويه بقدونس. عملت لكم الفراخ اللي بالثوم بالأربعين ثوم والخضار، وعملت لكم البطاطا اللي بالزبده الاعشاب. يا رب تكون الاثنين يعني تجربوهم، واتمنى انهم يعجبوكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. خليكم معانا، طعمولون. شكرا.